السلام عليكم ورحمة الله. تلاوة القرآن الكريم تعزز قوى العقل. ثبت علميا أن تلاوة القرآن الكريم وترتيله والاستماع إلى آياته بإنصات وتدبر يعزز القوى العقلية، وأن الترددات العقلية الصادرة عن أصوات تلاوة القرآن الكريم يجعل العقل يصدر سلسلة من الترددات والطاقات تعرف علميا باسم موجات العقل. لذا يجب على المسلمين بقدر الاستطاعة أن يحرصوا على استماعهم للقرآن الكريم، وأن يظلوا يقظين أثناء الاستماع إليه، ولا يعطوا فرصة لعوامل التشتت. فقد ثبت أن السر في تركيبة عقولنا يكمن في الاستماع للقرآن الكريم، لتبقى خلايا مخك حية سعيدة حتى في أثناء فترات الضغط عليها. فاحرصوا على الاستماع والتلاوة والإنصات إلى آيات القرآن الكريم. ونترككم في رعاية الله وأمنه، ودمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.